お箸どうに、お箸どうに、お箸どうに、お箸どうに。يلا نعمل اللوك ده مع بعض. اول حاجه عملتها ان انا خدت المرطب بتاع بيتشي. عايزه اقول لكم ان المرطب ده من احسن المرطبات اللي انا استخدمتها، سواء في الاستخدام العادي مش قبل الميك اب بس. بيفضل مثلا وشك مترطب حوالي 2-3 يومين التأثير بتاع المرطب، يعني مش ان انا مغسلش وشي، لا، التأثير بتاع المرطب بيفضل حلو جدا على البشرة. بعد كده خدت الفازلين بتاع الشفايف وابتديت ارطب بيه شفايفي. نصيحة لو حد وشه جاف قوي خاصة في الشتاء يستخدم المرطب بتاع فيتش ده، تحفة. هو غالي حبتين، وهيبان لك ان حجمه صغير بس لأ، بيقعد معاك فترة طويلة جدا والتأثير بتاعه تحفة على البشرة. ابتديت اخد البيز بتاع الاي شادو، حطيت كونسيلر وابتديت امسح بيه الشعر اللي تحت الحاجب، لان انا ما كنتش منظفة تحت حواجبي، فابتديت انظف بكونسيلر عشان خاطر اداري الشعر. بعد كده ابتديت اخد لون نبيتي من باليت الاي شادو وابتديت احطها على الجفن المتحرك بتاع العين بوضع طبطبة زي ما انتوا شايفين كده. ما ابتديتش ان انا ادمج على طول، ابتديت ان انا احط زي ما انتوا شايفين الاي شادو بوضع الطبطبة. بعد كده خدت بقى فرشة دمج وابتديت اخد لون افتح شوية، اللي هو لون مثلا على فوشيا او على كشمي او على بينكات، بس انا فضلت لون فوشيا، وابتديت ادمجه مع اللون النبيتي. كنت متأثرة باين بالاغاني، ابتديت اهو ادمج واحدة زي ما انتوا شايفين. وخدي بالك انك ايدك تبقى خفيفة وانتي بتدمجي، وحاولي ما تطلعيش زي ما انا طلعت كده بره العين. لو لقيتي نفسك ابتديتي تطلعي بره العين حاولي تمسحي بايدك، يا اما مثلا بسبونجة، عشان خاطر اللون ما يثبتش على المكان ده، عشان لو قلتي همسحه في الاخر لا، اللون ممكن يثبت. الحقي نفسك واحدة. بعد كده بقى ايه، قلت اغمق في نهاية العين شوية. انا كان ممكن اسيب اللون زي ما هو بس حبيت ان انا اغمق شوية في نهاية العين. خدت لون اسود وابتديت اركزه في اخر العين. بعد كده رجعت الفرشة الدمج بتاعتي تاني وابتديت ان انا ادمج الالوان، حروف الالوان كلها مع بعض عشان الالوان ما تتركز. هنا بقى هعمل نص كريس، بس في النص كريس ده هحط لون ظاهر شوية او لون بيلمع شوية. خدت الفرشة دي من جيسوب، شايفين حرف الفرشة عامل ازاي؟ حرف الفرشة ده بيساعدني ان انا ارسم الكريس كويس. وخدت الكونسيلر من البالت بتاعت فوريفر زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احنا بنرسم الكريس ازاي عشان يطلع مظبوط. بعد كده خدت البالت بتاعت ان واي اكس، خدت اللون اللون ده ايه، خدت اللون اللبني ده شوية، اعتقد انا غمقته بعد كده عشان خاطر اللون ده خفيف او بيطير، غمقته بعد كده. وخدت فرشة مبططة ودخلت بيها في الكورنرز عشان خاطر اللون ما بيدخلش بصباعي في الكورنرز بتاعت العين، فلازم تاخدي فرشة رفيعة تدخلي بيها اللون. بس احنا وقفنا العين بقى لحد كده شوية، وبعد كده هدخل على الوش. المسام عندي كانت واسعة في اليوم ده شوية، وزي ما انتوا شايفين الاماكن اللي بتحسي فيها كسرات في الوش مثلا زي عند السمايل او اللي كانت عندي في القورة كده لما رفعت حواجبي دي، بحط عليها برايمر عشان خاطر تخف شوية وعشان خاطر ما تكسرش معايا الفاونديشن. بس بعد كده بقى هنا ابتديت اخد لون كونسيلر اغمق مني درجة او درجتين. ده مش كوريكتور، ده كونسيلر. لو الهالات عندك غامقه قوي هتبتدي تحطي كوريكتور على اورنج، لكن لو الهالات بسيطه زي ما احنا كنا شايفين كده ابتديت اخد كونسيلر اغمق مني شويه، عشان خاطر اما اجي احط الفاونديشن زي دلوقتي الهالات دي ما تظهرش بعد ما احط الفاونديشن. خدت الفاونديشن ده من اوفيس وخدت منه درجه ايه 102. الفاونديشن زي ما انتوا شايفين كده هتحسوا ان الكافرج بتاعته عاليه، ده اول ما بتحطيه، لكن بعد كده الكافرج بتاعته بتبقى ميديم شويه او بتخف شويه زي ما انتوا شايفين كده. اول ما ببتدي امشي بالبيوتي بلندر على الوش الكافرج بتاعه الفاونديشن ذات نفسها بتقل، ف
فبس فالفاونديشن بتاعه ميديم مش ايه مش الكفرج بتاعته عالية زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي بعد كل خطوة امشي بالبيوتي بلندر على وشي كله عشان خاطر ادخل الفاونديشن جوه حتى الكورنرز اللي عند المناخير دي او عند الشفايف عشان خاطر ما تفصلش معايا بعد كده اما اجي احط البودر. هنا ابتديت يا ولاد اخد الكونسيلر افتح مني درجتين برضو من البالت بتاعت فوريفر. زي ما قلت لكم البالت دي بتنجزك جدا جدا جدا. هي البديل بتاعها بس مش طبعا مش بنفس الافكت خالص خالص. هي ممكن بديل بتاعها وتساعدك هي بتاعت كيرولان بس مش نفس الافكت بتاعت البالت بتاعت فوريفر. بتاتا فوريفر فظيعة بجد. هنا ابتديت ارفع الوش شوية وابتديت ارفع الخدود بالكونتور. انا مش مجمع بالكونتور. وزي ما انتم شايفين كده رفعت الدقن شوية. بصوا رفعت الوش ازاي. طبعا عشان انا شعري من قدام فاتح فهتحسوا ان القورة عريضة شوية فعشان كده حاولت ان انا اصغرها بالكونتور وانزل بيه على تحت زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى عملنا الكونتور بتاع النوز. انا ما بركزت عليه او بالكونتور الكريمي بركز عليه اكتر بالكونتور البودر. طبعا احنا قلنا الحركة دي اللي هي ان انا ابتدي اخد تنت او ابتدي اخد روج واحطهم على مكان الخدود عشان خاطر ان انا ازود الافكت بتاع البلاشر اكتر لاننا كلنا عارفين ان البلاشر بيخف او بيطير بعد فترة فانا بحط قبليها حاجة كريمي عشان خاطر اثبته. بعد كده زي ما اتفقنا برجع بالبيوتي بلندر بتاعتي تاني عشان خاطر ما يعلمش مش بعد ما اثبت بالبودر الاقي ان في خط طالع. هنا بقى هبتدي ان انا اثبت. هاخد اللوز بودر بتاعت ايرسبن وهبتدي اول حاجة اثبت تحت العين بالراحة خالص بمشي رايح جاي مش بمسح تحت العين عشان خاطر ما شلش معايا الكونسيلر والفاونديشن. زي ما انتوا شايفين اهو بثبت واحده واحده رايح جاي. بعد كده ادام ثبت بقى اهم مكان عندي اللي هو تحت العين ببتدي ان انا اخد الاسبونجه بتاعتي واحط فيها اللوز باودر وابتدي امشي بيها على الوش كله. ببتدي امشي باللوز باودر على الوش كله لو انا عايزه ان لو انا عندي يوم طويل جدا وهبتدي ان انا احط الميك اب ده من الصبح لغاية مثلا بالليل ونازلة في شمس او حاجة فانا لازم باللوز بودر اثبتها على الوش كله عشان خاطر مفيش حاجة تفصل مني طول اليوم لو انا يومي طويل. تمام زي ما اتفقنا همشي باللوز بودر على الوش كله لو انا يومي طويل. هنا بقى ابتديت ان انا اظهر اكتر الكونتور الكريم كونتور بودر. انا يعني ما تقلتوش قوي انا مشيت بس دفيت الوش شوية وابتديت امشي بيه الكونتور البودر بتاع ان واي اكس على مكان الخدود ومكان الدقن. وابتديت امشي بالفرشة بسرعة كده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر اللون ما يتركزش معايا اكتر او الكونتور ما يظهرش معايا قوي على الوش. هنا طبعا ابتديت ان انا احدد النوز بالكونتور البودر. زي ما انتوا شايفين كده ركزت اكتر على الجزء اللي تحت لان انا مناخيري اصلا رفيعه قوي من فوق وتختوها من تحت فهو ده الجزء الوحيد اللي انا بركز عليه في كونتور المناخير بس. ولو حسيت مثلا ان انا في فراغ عندي من قدام بين الحواجب ببتدي ان انا امليه بكونتور. دلوقتي بقى هبتدي اكمل العين من تحت وهاخد نفس اللون النبيتي اللي انا خدته في الاول مش هاخد غيره لان هو لون غامق. لو اللون انا حطاه فاتح هبتدي ان انا اغمق واحدة واحدة تحت العين لكن انا اوريدي اللون واخده غامق فوق العين فهبتدي اخد نفس الدرجة بس وهبتدي ان انا امشي بيها تحت العين. ليه بقول لو لون فاتح اغمقه لان الالوان الفاتحة بتطير بسرعة جدا تحت العين. بعد كده يعتبر انا خلصت كده العين او فنشتها. مش عارفه انا كنت متاثره بالاغاني قوي. دلوقتي هاخد الايه لزق رموش بتاع ديو. انا بعشقه جدا وبيخلي الايه
الرموش ما بتتحركش معاكي من عليا، بس في نفس الوقت بيوقع الرموش بطريقة فظيعة بجد، بيخلي فيه فراغ في العين مستفز. فانت لازم تلحقي عينك بقى كل شوية، سواء هتحطي عليها زيت، سواء هتجيبي لها مسكرة اللي هي بتقل الحواجب ورموش، لازم تلحقي نفسك لو هتستخدميه على طول. زي ما احنا شايفين كده، بثبت الرموش الاول من النص، وبعد كده ببتدي اثبتها على الحروف. دلوقتي هبتدي اخد الكحل الازرق ده، اعتقد من اللبني ده، انا مش عارفه اجمع الكحل اللبني ده من ايميلي، وهبتدي ان انا امشي جوه العين. اي كحل لونه فاتح شويه الافكت بتاعه بيبقى ضعيف، فانت لازم تفضلي تروحي وترجعي عليه كذا مره عشان خاطر اللون يظهر معاكي اكتر. مش معنى كده انك ايه تدخليه في عين العروسه. دلوقتي كنت محتاره ساعتها اخد لون روج ايه، فخدت على مبيتي فاتح كده، وابتديت ان انا ارسم بيه الشفايف. عايزاكم تقولولي في اخر الفيديو بقى كده او في الكومنتات تحت رأيكم في الالوان المطرقعة دي، وتابعوني على الانستجرام، لان انا ساعات بنزل فيديوهات على الانستجرام ستوري قبل ما بنزلها على اليوتيوب، فعايزاكم تتابعوني هناك على الانستجرام. هسيبلكوا لينك الانستجرام تحت، او هسيبهولكوا اصلا على الشاشة بتاعت الفيديو. وكده خلصنا اللوك بتاع النهاردة، يا رب اللوك يكون عجبكم، ويا رب يا رب تكونوا بتستفادوا حاجة من فيديوهاتي. وعايزة كومنتات كده حلوة منكم زي الفيديو اللي فات، كنت مبسوطة بكومنتاتكم جدا جدا، بتخلوني انجز كده وانزل فيديوهات على طول. بس كده انا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي، هتوحشوني.